زيزو تاج هو اسم الشهرة لزكريا تاج السر، فنان شاب اتضرب بالغنى وهو صغير، اتعلم العود وبدأ يشتغل في الأفراح، بس كان حاسس طول الوقت إن في حاجة غلط وإن الطريق ده مش هو اللي عايزه. سافر القاهرة، اشترك في ورشة المخرج حسن الجريتلي شوية، واكتشف إن اللي بيدور عليه موجود في أسوان هنا في جزيرة سهيل. وانا من صغري بحب الفن، بس ما كنتش عارف انا عايز ايه بالظبط، يعني كنت اغني نوبي ولا اغني، يعني كنت بسمع ام كلثوم وحليم والناس دي كلها، فكنت محتار ما بين انا اغني نوبي ولا اغني ده، لحد ما بعد كده ما عرفتش طبعا اوصل، كانش قدامي غير ان انا اشتغل في الافراح، واشتغلت في الافراح، بعد كده اتعلمت العود، فخلاص بقى ما بقتش اعرف اشتغل في الافراح، بقيت اشتغل حفلات وكده، بس ما كنتش اعرف اي، حتى اسماء الاوتار ما اعرفهاش، لحد ما قابلت استاذ حسن الجريتلي واخدني معاه القاهره هناك في الورشه، خدت الورشه. ايه اللي بيميز التراث النوبي الموسيقي عن باقي انواع الفنون الموسيقيه اللي موجوده في مصر من خلال رحلتك اللي انت مريت بيها؟ اول حاجه بتميزنا ان احنا يعني التراث نفسه كله من الطبيعه ومدموج بالحقيقه، يعني فاهم، حاجات من الروح نفسها، مش مجرد بس اغاني وخلاص، لا، حاجات بتحكي حال النوبه واحوال وقصص النوبه زمان ودلوقتي. يا وعدي على الايام بتعدي بينا اوام، وبتدي ما بتديش، تكبر وهي تعيش، ضروره ضروره ما بيديش، بضحك على الايام بضحك ولو احلام. مين من قدها الايام؟ قول لي يا زيزو دلوقتي، اكابيلا ده مصطلح عالمي، ده الغنى المنفرد معناه. يعني بخلي من غير الات ده المعتاد اساسا، يعني مش شرط يكون معايا اله عشان اغني، يعني انا مثلا انا كنت مراكبي، فكنت مثلا وانا قاعد على الدفه بمشي بغني كده، واخد بالك، مع صوت الموتور ومش عارف ايه، مش شرط يكون كلام معروف كمان، يعني ممكن يبقى ارتجال. ارتجال، بالظبط، انت حاجه حاسسها في وقتها كده فبتطلعها بطريقتك انت كده. ايه انت كمان يعني بتدور في المزيكا النوبي، يعني انا ما شفت لك تراكات لها علاقه بالعديد. يعني في حاجات كتير مش متوثقه، يعني احنا عندنا كان في كل حاجه بتحصل اي حدث ليه اغاني، موسيقى، ليه بالظبط ايقاعاته كمان. فمن ضمن العديد، يعني آلات الوفاه، كان في ناس بتعمل عديد بتعدد، انا كنت بحب ده، يعني كنت بحب الصوت الست وهي بتعمل كده العديد. جمعت كتير عديد؟ لا، هو ما جمعتش كتير، بس انا دمجت قصه كانت بتحكيها عندنا مع صوت واحده ست كانت بتعدد، جيراني الله يرحمها، بيحكي من ناحيه ان هو تايه والدنيا ضلمه ومش شايف حاجه ليه ومش عارف ايه، وفين يا ريشه انتوا سايبيني وسط الجبال وكده، فبيخش في مود ان هو بيحكي عن نفسه عن حاله، يعني مش بس مجرد ما حد تايه، لا، ده حاله، هو شايف الدنيا مظلمه وشايف مش عارف ايه. جبل السلام
قلبه بيوري.